مساء النور لجميع، ان شاء الله تكونوا بألف خير بألف صحة جيدة. بلشنا على نهاية الشهر. من هو مولود 30 الشهر 30/7؟ هذا المولود له فرص كبيرة في النجاح بحياته. موهبته في سرد الروايات تساعده على التأليف الإخراج والكتابة. مشغول دائما هذا المولود بالفكر وبالحركة في آن واحد، عصبي المزاج ومتقلب، لا يستطيع أن يكتم مشاعره. في الحب والعاطفة يفضل التغيير عن الاستمرار في علاقة وزواج واحد. في الحب يتفق مع الجوزاء، يختلف مع العذراء. أرقامه 3 و1، ألوانه الأصفر والبنفسجي، أيامه الأحد والخميس. كل عام وأنتم بألف خير. شو مخبي لكم بكرة؟ شو مخبى لباقي الأبراج؟ مولود بكرة مخبي له بعض الأمور الجيدة والإيجابية في حياته، في لقاءات مع الأسرة والعائلة. بعض المشاكل اللي واجهته أو المصاعب خلال الأسبوع أو بالأيام القادمة راح يقدر يديرها على طريقة إيجابية. عنده بعض الحزن، يمكن لأنه كبر سنة، ولكن هذا الحزن فترته قليلة. المال يستطيع التحسن بهذه السنة، وإن شاء الله بتمنى لكم عيد ميلاد سعيد. عزيزي وعزيزتي مولود برج الحمل، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم اشعار البث مباشر. لا تنسوا تحضروا الابراج العاطفيه اللي نزلت امبارح، والابراج الاسبوعيه العامه رح تنزل اليوم. الحمل، الوضع جيد على صعيد الفكر، العاطفه والبيت. هناك بعض الامور فيها بعض التغييرات. عم تنظروا بعين ثاقبه لتغيير بعض الاحداث او بعض الامور اللي عم تمر بحياتكم بهذه الفتره، ناطرين الوقت المناسب والتوقيت الصحيح. علاقتكم مع النساء بلشت بالتحسن. البعض منكم عنده استلام عمل جديد، تغييرات ايجابيه ماليه ولقاءات مالية جيدة أيضا، ممكن لاستثمار، لتجارة، لربح، أو ممكن تنزلوا على السوق تشتروا بعض الأغراض. بالتوفيق لبرج الحمل. عزيزي وعزيزتي الثور، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. شو مخبي لكم بكرة؟ الثور حابب يحرك بعض الأمور لمصلحته، ولكن عم يفتش على التوقيت المناسب. عنده هدوء فكري وهدوء نفسي بهالمرحلة، وخصوصا بكرة. بكرة نهار جيد للتفكير بالمال، بالسفر، بالتجارة، ولكن من ناحية الدرس عليكم الاهتمام. هناك بعض الإهمال بالدرس، عدم الثقة بالنفس من ناحية دراسية، وهذه التغييرات اللي صارت معكم بالفترة القريبة ممكن تأثر على نتائجكم في الدراسة أو في الامتحان. عزيزي وعزيزتي الثور، أخبار جديدة جاية لكم، وبعض البشائر تأتي من مكان بعيد. لقاءكم مع الجوزاء الجدي والثور إيجابي بهالفترة، بدكم تنتبهوا من المحادثة واستعمال الكلمات اللاذعة. بالتوفيق للثور. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجوزاء، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب. ما تنسوا تحضروا الأبراج العاطفية، نزلت امبارح واليوم ستنزل الأبراج العامة الأسبوعية. جوزاء يوم حافل بالعمل، بالحركة، بالنشاط، بالاتصالات، ذهاب وإياب، أفكار كثيرة، تغييرات إيجابية حابين تاخدوها بخصوص بعض إيجاد حلول لبعض المواقف. وأيضا البعض منكم عم بحاول يشوف حكيم من أجل الإنجاب، أو عم بحاول يجد بعض الحلول للإنجاب. الأحلام بهالفترة كثيرة على الجوزاء، ولقاء مع صديق أو صديقة من زمان مشفتون. ولقاءكم مع الثور والحوت والعقرب إيجابي بهذه الفترة. من ناحية المال والأعمال بدكم تحاولوا تدرسوا المشاريع قبل ما تقدموا عليها بشكل واعي وعقلاني، حتى ما يكون في أي نوع من الخسارة. بالتوفيق للجوزاء. عزيزي وعزيزتي مولود برج السرطان، شو مخبي لكم بكرة؟ السرطان على الصعيد المالي عنده بعض التغييرات، أو تغيير بالدخل، تغيير بالحسابات، شيء لم يكن يتوقع، مصروف، فاتورة فجأة اجته.
أما من ناحية العمل فعم تضربوا بيد من حديد داخل العمل، وهناك اعتبار لشخصكم وعملكم ونجاحكم. أصدقائكم وأصحابكم بينظرونكم بنظرة إيجابية بهالفترة، ولقاءاتكم مع الأسرة من ناحية الإرث بدأ بعد المحادثات والسياسة لتغيير وجهة البعض اللي معندين بهالفترة ومش حابين يكونوا على نفس اليد. عزيزي وعزيزتي السرطان، ما تتركوا الحزن يسيطر عليكم بخصوص بعض أبنائكم أو الأشخاص اللي عم بحاول يكون عندهم إنجاب بهذه الفترة. تغييرات إيجابية غدا، بالتوفيق لبرج السرطان. مولود برج الأسد، كل عام وانتم بألف خير مرة تانية. للي عيدهم بكرة، اللي زحضروا الأبراج العاطفية نزلت مبارح، الأبراج الأسبوعية العامة رح تنزل اليوم. أسد وضع جيد بالنسبة لقرار صلكم زمان عم تفكروا تاخدوه بالانفصال عن بعض الأمور أو بعض الأشياء أو الأشخاص، منتظرين الوقت المناسب. على ما يبدو أتى الوقت المناسب. فئة من الناس عم تحاول تزعجكم ماليا معنويا، ولكن رح تنتقل هي من مكان إلى مكان آخر، رح تترككم بسلام. علاقتكم مع الميزان بهالفترة فيها بعض المواجهات، وعلاقتكم مع الدلو والحوت أيضا، خصوصا على الصعيد المالي المادي وداخل البيت وفي العلاقات العاطفية. عزيزي وعزيزتي الأسد، علاقة حب جديدة مع العذراء، ربما أيضا مع أشخاص من برج الجوزاء والسرطان. بالتوفيق للأسد. مولود برج العذراء، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم الإشعار بس مباشر. تابعوا الأبراج العاطفية مبارح نزلت، واليوم رح ينزل الأبراج العامة. علاقتكم مع العائلة جيدة، الشريك عم يتفهم عليكم، والأمور بشكل عام عم بتصير بطريق جيد وإيجابي. نجاح في الحديث عن شيء أو موضوع صلوا مضايقكم فترة، توصل الفكرة أو بيجيكم بعض الأسرار عن هيدا الموضوع. أشخاص اللي داخلين بعلاقة ثلاثية رح يرسموا العلاقة وتتجه إلى طريق إيجابي. أما من ناحية العمل، مبروك للأشخاص اللي انعرض عليهم عمل ورح يستلموه الشهر القادم. مال كاش موني قادمة لكم، والبعض منكم سيستلم هدية أو هدايا أو مال أو قطع نقدية ذهبية من حبيبه أو حبيبته. بالتوفيق للعذراء. مولود برج الميزان، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. اذا حضرتوا برج الاسد فاذا تعرفوا انه هناك لقاء مع الاسد وتغييرات ايجابيه انتم واصحاب هذا البرج. عزيزي وعزيزتي الميزان، لقاء مع الثور يؤدي الى زواج او قرار بزواج أو احتفال بزواج، أو ربما رجوع إلى علاقة كان مضى عليها وقت أو تركت بعض والآن عم تفكروا أنه ترجعوا. هذا اللقاء يتم قريبا من 6 أيام أو 6 أسابيع قادمين. خلال الشهرين الجايين أيضا عم شوف عندكم ابتداء من بكرة قرار محكمة بتاخدوه لمصلحتكم، ولكن كنتوا بتفضلوا أنه ما يجي هذا القرار. عزيزي وعزيزتي الميزان، السفر على الأبواب للبعض منكم. بالتوفيق، عروض عمل، عروض سفر، وعروض صفقات تجارية، نجاح بالدرس، نجاح داخل العائلة، ونجاح باستلام عمل جديد. بدي أعرف منكم لماذا هذا الخوف المسيطر عليكم. بالتوفيق للميزان. عزيزي وعزيزتي العقرب، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. شو مخبي لكم عقرب بكره؟ عقرب في الحب والعاطفة، انت والشريك ساعة فوق ساعة تحت، مثل موج البحر، ساعة عالية ساعة واطية. لا هن عم يقدروا يفهموا شو عم بيدور بفكركم، لا انتو عم تقدروا تستوعبوا شو عم بيدور بفكركم. فإذا في تقلبات كثيرة، إحساس بالخوف، إحساس بالندم، إحساس بالكبرياء، ممكن جرحوكم، ممكن جرحتون. شو ما كانت الأمور، عليكم بإيجاد حل سريع قبل أن تصبحوا وحيدين وبوقت غريب جدا. عزيزي وعزيزتي العقرب، تغييرات على صعيد
المال، الأعمال، النجاح، الدرس والعائلة. هذه التغييرات إيجابية رح تجيب رياح دافئة لإلكم، رح تنقلكم من مكان إلى مكان أفضل، من وضع مالي إلى وضع مالي أفضل. من بعد ما تذهب هذه الرياح وتهدأ العاصفة، رح ترجعوا تفكروا في الحب والعاطفة وتختاروا إذا بتبقوا مع الشريك أو بترحلوا. بالتوفيق للعقرب. عزيزي وعزيزتي مولود برج القوس، بليز احضروا الأبراج العاطفية نزلت امبارح والأبراج الأسبوعية العامة ستنزل اليوم. عقرب، وضع جيد وإيجابي للنجاح في الفكر، التصرف، العمل، العاطفة والبيت. أموركم انحسمت، كان عندكم بعض المشاكل، بلشتوا تفكروا بطريقة مختلفة وتصلوا إلى بعض التفاهم أنتم وبعض الأشخاص اللي كانوا زعجينكم، أو حسيتوا عم يسرقوا منكم، أو مش عم يحكوا الحقيقة. شو ما كانت الظروف، الوضع الراهن الآن جيد وإيجابي. بكرة يوم جيد للحديث عن الزواج، عن كتابة عقود، عن انتقال إلى مرحلة جديدة لبناء حياة جميلة. عزيزي وعزيزتي القوس، لقاءكم مع النساء غدا مثمر عمليا وعاطفيا، بإمكانكم توصلوا إلى بعض الأهداف أو القرارات اللي بدكم إياها. أما لقاءكم مع الرجال للجنسين، رجال ونساء، فمبني على نوع من الشراكة القوية و نوع من التفاهم، حتى لو كان في بعض التحديات بوقت من الأوقات، فغدا يوم جيد. بعض من القوس عندهم أكثر من علاقة، عم بحاولوا يحددوا أي علاقة بدها، واضح أنه أنتوا باتجاه الشخصية التي مش عم تراقبكم، لأنه أنتم مراقبين الشخصية الأخرى اللي هي نوع من التحرر عندها، نوع من الحرية، نوع من الحرارة والدفء بالمعاملة. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجدي، بليز ما تنسوا تعملوا اشتراك، شير ولايك سبسكرايب، وتعلقوا الجرس ليجيكم اشعال بث مباشر. بليز احضروا الابراج العاطفية نزلت امبارح، وبعد شوي احضروا الابراج العامة. الجدي، الوضع العام جيد، وضع العمل ايجابي، هناك مال قادم للبعض منكم، احتفال في علاقة حب جديدة للبعض والبعض الاخر، الشريك اللي هو معه اذا كان او الشريكة مبتعدين عنكم، فرح تشوفوا منهم تصرف ايجابي، احتفال، نوع من الحنية، نوع من الفرح، نوع من المحبة، كاش موني قادمة لكم. هاي الكاش موني بتجي قريبا، اما عن طريق عمل او هدية. بالتوفيق للجدي. عزيزي وعزيزتي الجدي، الصبايا اللي حاسين انه خضعوا في علاقة من قبل الشريك، ستتوضح بعض الامور وسيطلب الشريك الاعتذار. بالتوفيق لهالمجموعة، اكتبي لي اذا صار معكم هذا الشيء. جدي، عرض عمل جديد وسفر ممكن يتنفذ على نهاية السنة أو على بداية السنة القادمة. بالتوفيق. عزيزي وعزيزتي مولود برج الدلو، شو مخبي لكم بكرة؟ تعملوا اشتراك، شير ولايك سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم إشعار بث مباشر. الدلو، يوم جيد لتقدروا تحطوا المخاوف أمامكم، أي شيء عم بخوفكم بكرة تحكوا فيه ومع الأشخاص اللي عادة بتحاولوا انه تبتعدوا عن المواجهة معهم. يوم جيد للمواجهة، يوم جيد تطلعوا اللي بقلبكم، يوم جيد للتعبير عما يدور حولكم ومعكم، مع الاشخاص اللي انتم معهم، اصدقاء، زوج، شريك، شريكة، حبيب، حبيبة، شو ما كانت الظروف. تغييرات مع العائلة، مع الاسرة، بحاجة للانتباه الى الابناء والاهتمام بالاولاد. الاحلام اللي عم تشوفوها بهالفترة هي تحذيرات ورسائل من الكون. مبروك للدلو اللي استلم عمل جديد او رح يجيكم خبر بعمل جديد. عزيزي وعزيزتي الدلو، لقائكم مع الجوزاء، الدلو، الحوت والعقرب ايجابي ومثمر، وقد ينم عن صداقة جيدة ووطيدة تفتح الابواب للعلاقات الجيدة اللي تساعدكم فيما بعد. دلو، عندكم سفر، دولاب الحظ معكم، يوم نهار جيد ورائع، ايدكم ذهب، اطلب تعطى. بالتوفيق للدلو. اخيرا مع برج الحوت، عزيزي وعزيزتي الحوت، شو مخبي لكم بكره؟ بليز ما تنسوا تتابعوا الابراج العاطفيه نزلت امبارح والابراج العامه رح تنزل اليوم. شو صاير مع الحوت غدا؟ تغييرات
على الصعيد النفسي. بعض الكلام تسمعه ممكن يزعجكم أو يضايقكم، جايز يكون من الشريك أو من علاقة عاطفية ما بقى في إلها، عم تحسوا إنه تاريخ الصلاحية تبعها انتهى، ما بقى إلها دور بحياتكم، ولكن للأسف هذه العلاقة عم بتماطل والشريك عم يماطل، مش راضي يعطي حق أو باطل. كل الأحوال الأمور ستنقلب وتتغير، بس ممكن مش هذه السنة. تغييرات في الحظ فجأة ستأتي للبعض منكم، وعلاقة جيدة مع الجوزاء، الدلو، الجدي، القوس والعقرب. عزيزي وعزيزتي الحوت، بليز انتبهوا من الإيل والآل، بعض الأشخاص عم يحاولوا يوصلوا بعض الكلام عن لسانكم ليوقعوكم بمشكلة. أسرار تكشف للبعض منكم، والشريك اللي معند على موقفه لا يزال معند، لن يعتذر، ولكن عم بيراقب من بعيد أو الشريك شو اللي عم بيصير مع الحوت. عزيزي وعزيزتي الحوت، لقاء مع الأسرة في الأيام القادمة وجلوس مع بعض الشركاء أو الأصدقاء ليدعموكم بقوة عن المواقف أو الحالات اللي حتمروا فيها بالفترة القادمة. قد تكون هذه الجلسة مع أفراد عائلة، إخواتكم، إخوانكم، أصدقائكم، ناس بيحاولوا يدعموكم دائما، وهناك رزق وفير قادم للحوت. بالتوفيق للحوت. شكرا للحوت وكل الأبراج، إن شاء الله بشوفكم بكرة بيوم جديد برج جديد. ما تنسوا تحضروا الأبراج العامة رح تنزل بعد شوي، والأبراج العاطفية نزلت مبارح. تصبحوا على ألف خير.